خطر عندي الحبوبه في العدو ديالي. قال لي نمشيو نشوفوا شي طبيب، يعني الخروج ما بقاش كيخرج ليا غير من اللور من القدام. طلقني بسبب هذا المشكل اللي دار لي الدكتور. الحياه ديالي تدمرات بسبب هذا المشكل اللي دار لي الطبيب. قال لي انا ما يمكنش ليا نبقى مع مرا كيخرج ليها هكاك تخرج ليها من القدام. طلقنا. قال لي الراجل صافي انت دابا ما بقى خدام فيك حتى شي حاجه، بقى خدام فيك غير الفم. بقيتش انا كنحس براسي امراه، حتى هو كرفسني من التحت شرك لي اللور مع القدام. انا سميتي لطيفه، هاد القصه اللي جيت نعاود اليوم هاد القصه مؤثره بزاف وبغيت المغاربه كاملين يعرفوها. انا كانت عندي واحد الحبوبه القدام كانت عندي في الجنب وتزوج انا في شهر 5. ملي الزوج ديالي عرف راه عندي الحبوبه في العدو ديالي قال لي نمشيو نشوفوا شي طبيب. مشينا للكلينيك، شاف لي هذيك الحبوبه قال لي ماشي مشكل هاد الحبوبه راه تحيد. قلت لي واش العمليه ناجحه؟ قال لي العمليه ناجحه. صافي مشيت درت لي زاناليس ورجعت عند الدكتور في شهر 7. حيد لي الحبوبه قال لي غادي تولي مزيان. مني خرجت من الكلينيك جيت للدار كنتفاجئ، لقيت ملي كنمشي للحمام كنلقى الخروج ديالي كيخرج ليا من القدام، يعني الخروج ما بقاش كيخرج ليا غير من اللور من القدام. صافي رجعت عنده كنقول ليه دكتور راه كتخرج ليا هكا من القدام، كيقول ليا ماشي مشكل رابيطادين هذاك ما تخافيش. جيت كنرجع للدار كنرجع عنده قال لي راه الفتحه تحلات. قلت ليه دكتور انت ما قلتيش ليا بانك راه المخرج ديالي التوشه. قال لي اش غادي نقول ليه؟ قال لي راه المخرج ديالك راه قصتو ليك وراه خيطته ولكن راه تحلات الفتحه. صافي خاصك تسناي واحد 5 شهور وترجعي عندي باش نعاود لك العمليه. قالها لي ببروده. الزوج ديالي ما تقبلهاش، وليت في المشاكل بزاف انا والزوج ديالي لدرجه اننا صافي انفصلنا. طلقني بسبب هذا المشكل اللي دار لي الدكتور. تزوجت في شهر 5 طلقت في شهر 9. الحياه ديالي تدمرات بسبب هذا المشكل اللي دار لي الطبيب. عندي 29 عام. لا الراجل ما صافي قال لي صافي. راجل كانوا عندنا مشاكل ولكن هذا المشكل ديال الحبوبه زاد اثر. هاد المشكل ديال قال لي انا ما يمكنش ليا نبقى مع مرا كيخرج ليها هكاك تخرج ليها من القدام. صافي الحياه الزوجيه ديالي صافي تحطمات. طلقنا. قال لي الراجل صافي انت دابا ما بقى خدام فيك حتى شي حاجه، بقى خدام فيك غير الفم، يعني ما يمكنش ليا نكمل حياتي معك. ما نكذبش عليك انا كنت فرحانه بهذا الزواج ولكن مني وقع ليا هذا الشيء ونفصلنا حياتي دابا دمرات. رجعت عند الدكتور مني داز المده ديال 6 شهور. رجعت عنده بغيت ناخذ من عنده الرابور باش نمشي للكلينيك اخر نتعالج، حيتاش انا ما قلت مشيت عنده هو مشيت للكلينيك قلت تسلفت وتكلفت وحطيت هذوك الفلوس في كلينيك باش قلت العمليه حد قال لي ناجحه ولكن خفت. انا خفت من موريزكو مشيت للموريزكو حيتاش موريزكو كيوقعوا فيه بزاف ديال الاخطاء الطبيه. قلت انا ما يمكنش ليا نمشي تما كاين الموريزكو اللي خفت منه طحت فيه. صافي ملي مشيت بغيت ناخذ الرابور طلع عندي الدكتور ديال الولاده قال لي ما غنعطيكش الرابور، بور انا اللي غنتكلف وندير لك العمليه في نفس الكلينيك. رجعت لهذاك الكلينيك قال لي شوف راه ما غاديش نعطيك لي رابور، انا اللي غادي نعاود لك العمليه. صافي ثقت فيه بانه قال لي العمليه غادي تدوز مزيان وغادي تنجح ليك. خلصت الكلينيك مره اخرى بنجوني كامله، نفس الطبيب جابوا لي هو اللي عاود لي نفس العمليه. مني خرجت من الكلينيك جيت للدار كنتفاجئ عاوتاني كنلقى نفس المشكل باقي كاين، كنلقى كاكا باغاك تخرج ليا من القدام. مني رجعت عندهم للكلينيك رجعت عندهم في واحد الحاله لا يرثى لها. صافي تحطمت انا مني بان لي الخروج عاوتاني خارج من القدام انا تحطمت لواحد الدرجه ما نعاودش لك. انا رجعت كنهضر معاه بحال هكا راه العمليه تحلات لك عاوتاني، مشى وخلاني قال لي شوفي راه انا اللي كنت عاودت لك العمليه. قلت لي انا راه قلت لك ما تعاودهاش لي انت، وتفاهمت مع الدكتور وعاودت خلصت العمليه، خلصتها تفاهمت مع الدكتور هو يعاود لي العمليه. قال لي صافي راه انا اللي عاودتها لك وراه العمليه دابا ما نجحاتش. قلت لي اشنو غندير؟ قال لي ما بقى ما عندي من ندير لك. صافي خسرتي دابا خصك ديري الخنشه، خاصني نخرجوا لك المصران من الجنب ديالك. قلت لي دابا واش انا كان عندي مشكل بسيط كانت عندي غير حبوبه في الجنب، توليت دابا في مشكل اخر وليت في الخنشه وخسرت فلوسي. انا فلوسي تسلفتهم، تسلفت وتكلفت باش درت جوج عمليات، ماشي كيسيون الفلوس، دابا حياتي
حياتي تدمرات. ما بقيتش انا كنحس براسي امراه، وليت كنكره نمشي للحمام، وليت كنكره ندخل للحمام، حتى ملي كندخل للحمام كاكا كدوز ليا حتى من القدام، وليت ما بقيتش كنحس براسي انايا كأنثى. خرج ليا هاد الدكتور على حياتي بزاف، ورجعت عندهم للكلينيك كنقول ليه دكتور اش درتي وشنو غادي ندير دابا، كيقول ليا سيري لموريزكو. وفعلا مشيت لموريزكو، ما بقى عندي حتى شي حل اخر. مشيت عندهم، مشيت لموريزكو، قالوا لي في بلاصه ديال الولاده ديري التحليلات وجيبيهم لينا، درتهم. قال لك خاصك ديري التيو، صيفطوني للبلاصه ديال الجهاز الهضمي. غادي تعيشي بها واحد 3 شهور بين ما نشف لك لتحت، حيت هو كرفصني من التحت، شترك ليا اللور مع القدام. دابا انا ما بقيتش عارفه اشنو غندير. اليوم مشيت عند دكتور اخرى كتقول لي شكون اللي دار فيك هذا الشيء، كون هو هاد الطبيب اللي دار فيك هذا الشيء. كنقول لها الدكتور فلان هو اللي، قالت لي راه ماشي الاختصاص ديالو هذا بعدا اللي دار فيك هذا، اللي دار لك هذا المشكل. كان حبوبه قالت لي بسيطه ما خصوش، قالت لي قيس لك المخرج نهائيا. كرفص لي حياتي، ولي ولي شافك راه فلانه بعدا، كن ماشي ناس بعاد، عن الناس اللي قراب ليك، راه شوف لنا اشنو وقع عليها، شوف لنا اشنو وقع عليها. هذا الشيء اللي خلاني انا نبين النص ديال الوجه ديالي. انا اليوم قررت نخرج نشوف تي في باش وزير الصحه ياخذ لي حق، حيت انا ما بقى عندي دابا، ما بقيتش عارفه فين نمشي، ما بقيتش عارفه. مشيت اليوم عند واحد الدكتوره قالت لي كنتمنى، قالت لي كنتمنى من الله يكون عندك الحل، لان شرك لي النور مع القدام ولتحت تعفن لي بزاف. وليت كنشم الريحه، ما بقيتش كنقد نمشي عند الناس، حتى الريحه ما بقيتش كنقدر نمشي عند الناس. خرج لي على حياتي هاد الدكتور، ومني مشيت كنمشي مشيت للكلينيك، مشيت عند السيده اللي مكلفه بالاداره، قالت لي ما عندنا ما نديروا لك العمليه الاولى، داروها لك وعاودوا لك العمليه الثانيه. وخسرت فلوسي تما كاينه عندهم، وكنا كانت النتيجه وما كاينتش النتيجه. كنقول للمغاربه يتعاونوا معايا ويديروني خصهم، وبغيت حقي ما نكذبش عليك. حتى شد الدكتور، هاد الدكتور ضيع لي حياتي بزاف، ضيع لي حياتي. كنمشي عندهم تما كاين في واحد الحاله وما كاينش اللي مسوق، واش الدكتور ولا كيقول لي سيري لشي كلينيك اخر ولا سيري لموريزكو، راه ما بقى عندي ما ندير لك، ما بقاش عندي شي حاجه نديرها لك. واش كاين شي